سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الامام الكبير الحافظ الفقيه المجتهد سيد العلماء العاملين في زمانه قال ايوب السختياني ما قدم علينا من الكوفه احد افضل من سفيان الثوري وقال ابن المبارك كتبت عن الف ومائه شيخ ما كتبت عن افضل من سفيان توفي رحمه الله سنه احدى وستين ومائه من الهجره